مش هنكون محتاجين للرجال الكوالين لو الدنيا دفت؟ لو الناس عندها قدر من الفحم والطوب، وادي الطوبة الناس اتبعت 60 سنة أو 60 سنة. يا سيدي سيب لهم الطوب اللي خدوه ده، دي اتبعت 60 سنة. الحاجات اللي اتاكلت من الفرنة، كل المصريين كلوا من الفرنة. فهل يمكن الرجل أن يتحمل المسؤولية ويقدرها أنه يأكل من الفرنة؟ مصر محتاجة ندل ومناحم بيجن وشوقي شامخ. الإنسان يشعر أنه عايش دور الندل نغطي من المشير. أقرب شيء لقلب أحمد فشيق. وإيه الهز اللي أنا بقوله ده؟